كادر معوش بارفي جريتا في هبتت. ولا نصور يو كول تايمرز. شكون رجع؟ رجع معنا حسام بلو كونو زاد سو لو نو دو جيجا تشاد. دونك العباد تعرفش حسام، دونك حسام ملي بدات كول تايم معنا نجم تقول وي سيتي معناتها لوم ديرير لا كاميرا، زاد نقولوا نحن لو بوغوس ديرير لا كاميرا. ها اي ويلي شنو هي جيجا تشاد قاعد تبع من غادي من تركيا باز اكيد ما فلت حتى حلقه نعملوا لها قعدتها دنيتها ونركشوا ونقعدوا نتفرجوا بيان سور نعملوا لما كامله نلمهم الكل لاي خويا ايبيزود كل تايم طيارة. دونك الكونسيبت عملنا قبل اللي هو نسالكم في الانستغرام انا هو احسن كيف تيجي بالنسبه لكم، يجيونا برشا دي ريبونس سولون لي ريبونس هذوك نختاروا اكثر ثلاثه تعاودوا تعاود. اللي هما فورسيمون statistiquement احسن وحدين في تونس selon كل واحد وشنو رايو اي ما statistiquement انت كي جيوك 3000 ريبونس بنفس الاسم دونك اكيد ما عرفش 40% من الريبونس ولا 60% من الريبونس يقول لك امشي لهذاك سي كو فما حكايه عنده حقائق ولا عنده هذو هما معنا سدي مات قريناهم في المكتب الستاتستيك ولا probability صحيح باه انا جبت لك حاجه معايا من تركيا سي انتريسون حاجه ماهيش بعيده على الكوجينا نستناو وهو احلوتها نطلع نسيتها خلنا نوريها لهم غادي اوه يا يا عمري فرش في وان بيس يا ليه بيس هذاك سنجي الكوجيني والله انا واش تفرش فيه كوجيني مع وان بيس معاش اسمه مع لوفي اي ليه نعرفه كمان معناها كي نقول عمري بتفرش معناها تفرشت اما ما كملتهمش الالف ابيزود ياسر محلاه ميرسي بوكو ياسر يعطيك الصحة باش يخرجوا ون بيس جماعه فيرسيون باس اللي فان في بالهم انا ما نبيش نعطي المعلومه هذا الفيرسيون هذه تساعد عبيد كيفي انا اللي بيخلي مش يتفرجوا في 1000 ابيزود فيرسيون عملها استوديو اللي عمل اس ان كي دونك نفس الاستوديو اللي عمل اتاك اون تايتن باش يعمل كيما دراغون بول زد كاي اوكي اوكي فهمت اللي هما فيرسيون معني اميليوري في الانيماسيون وكل وراكورسي معني كلمي 1000 ابيزود هذوك شي كومبريسيون كومبريسيون في برسك 250 ابيزود ياخذوا كل الاحداث القويين و... صحيح وذي وين جي وين والله في البوانية يا في البوانية يا تشد لك المفتاح أدوراب مكتوب والله الخبر مكتوب ولا برادور كنت أجيب دواء سلسلة دونك ولا يا جماعة بيان سور أصبروا علينا كما قلنا إن شاء الله ترجع ليكيب كومبلي إن شاء الله تخي بيانتو بتيت الحلقة اللي بعد هذه ما نعرفوش وي وي هو فان أوت نورمال هو يبدأ أموره واضحة هو أغزلي فان أوت كما كل عام هو فان أوت أكالغ أنا بتكلم بعدها في أوت أنا بدي عندي توري داير في أكتوبر بتيت مش تصوروا واحد هو يفصح في أوت وانت تفصح في أكتوبر غالب فما تلقاو الشابيتراج من لوطا وكاو فما عباد ما تحبش تفرش في الانترو نجمو تعديو ديريكتومون وين تبدا وين يبدا الدمق لي تروا ميرز ادريس نتاع كافتيجي اما انا قلت فازا فيو كو ساعينا بهت خاطر في بالي لي تروا ميرز ادريس باش يجوني الكلهم في السونتر في السونتر في لا فما وحده في المنار ليزارمون ثالثه باش نمشيو لها في النصر علاش هي ما تقلتش عليها برشا امين نحب نمشي لها خاطر الكافتيجي نتاعها ب 8000 نحب نشوف اسكو الكافتيجي ب 8000 علاش معناها بون باز خاطر زاده في النصر مي زاده نكومباريوه بالدماد هذوما اللي في السونتر في قرا امبورتي باش نمشيو لاول واحد اللي هو اكثر واحد تعاود على الاخر وين مارشي سنترال هذا وين مارشي سنترال شو اسمه الوصفين الوصفين وين مارشي سنترال اوكي نمشيو مارشي سنترال ونسالوا عليه دونك هكا زاد كومباريزون مزيانه بين المودرن اللي حالين توا نقولوا نحن منار والقدم الكاسحين هلا 3 2 1 هوني مارشي سنترال عز واحد اخترته صعيبين هاي قالوا لنا عليه 110 بدينار قالوا لنا مرجانو بوسفين هو لقبه بوسفين ولا علاش يقولوا له هو معروف مرجانو بالا خاطر مع طول من بوسفين اوكي واش لقى هذيك تو هذيك البوتيك مقابلتك كان فاس ريدان شنو هو هذيك قبلت تدور على يدك اليسار نهجوني لي على يدك اليمين لي نهجتيني على يمينك وعلى يدك اليمين فهمت حاجة؟ لا خذينا الاوتوريزاسيون سي بون قلنا نصور على الريح بلاصة ضيقة على الاخر يا جماعة دونك نجموش ندخلوا زوز في الكادر حسين باش يصور ابارمون طبعا بعد نقلبوا ويجاتي ذوك وانا نصور اوكي هذايا نفكركم اللي قالوا لنا احسن كافتيجي في تونس ابارمون دونك الفريت ما فيش ملح
اوكي ظلمته. بالعكس حاجه باهيه يعني ما فيش ملح بيه. يقرا حساب العباد اللي ما ياكلوش الملح. صحيح صحيح. هذاك كعبه الفيل تلقاها سمينه تتقرمش اون بليس ميلونج بين على خاطر حطينا فيه لي سوبليمون الكل عظم وزيت و... على فكره هذا ب 5500 ولا لك العباد اللي يقولوا ترشنيه غالي وغالي تفرج مع رانا في سونتر فيل وكافتيجي ب 5500 راه ما بقى حتى شيء رخيص يا جماعه غرق في الزيت نتاعو. اه يا بسم الله عمري ما ذقت بلامي بلينا كي عرفتك اللي برشا زيت والزيت زيت زيتونك البنين زيت مذوح والهريسة بيان كالكولي اللي هو يوصل حارة التحرحين جاي من الفلفل اللي هو ديجا حار. شوك العظمة يا ابو كلب. اه يا 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 تاخذ المنظر هذايا ابن حاجه ذقتها بارفي ما عندي منقول والله بارفي حط الزليمون كل قد قد مشكلة توقع زيت فلفل وفماش سي قراع ولا شنو مش نورمال كل شيء طيار صح ياسر بنين اللي ما فهمتوش برشا زيت اما ما تقلقش الحكايه فمي عنده 7 شهور ما تخلوش كفتيج انا ما نحبش نافل يوم سيك اما بور لانستون بالحق مش ابن كفتيج ذقته ابن حاجه كليت امبوسيبل والله راني شوكي شوكي بالرسمي لازمنا نعملوا جيعة جديدة مع الحيط. بنين بنين على فاست الزيت اللي قلت عليها صحيح غرق في الزيت اما ما تحسوش. اه يا ريت ما تحسوش. تحسوش الجملة فما البو نتاع زيت زيتونة قوي. هريسة فلفل جيك هكا يدق هكا تك 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 مش كل جيك ضربة برشا هريسة. يعني كيليبري عرفت كلي هكا تك 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 تحس ضربة حرورة هكا منه ومنه ومنه من غير ما يكون ياسر حار وبا اسي معناها. برجولية برافو كل تايمرس الروكومونداسيون. الروكومونداسيون في بلاصتها على الاخر. الجزائريه احلى كفته جيفيتو هكا ولا يا احلى كفته جيفيتو تحيه للجزائريه برشا يتابعوا فينا من الجزائر برجوليه ما عادش يمشي يعملوا الكفتيج اللي بعده بالنسبه لي صعيب باش طايح على حاجه كيما كاين مي بوتيتر فما سيربريز ما عرفوش انا باش نمشي نشوف باش نقول لك بالرسمي خويا يعطيك الصحه انا تاشني قلت مش ابن كفتيج كليتو ابن حاجه كليتها يعطيك الصحه على شنو شنو الشعور نتاعك انت على ذوقك الساعه سليم شنو السر معناها بس هذاك ما عرفوه الا احنا باش نقلوا ديما رواحنا نمبر 1 في الكفتيجي. كوي والله يعطيكم الصحة بالحق حاجة طيارة برشا. وإن شاء الله عجبك أنت. عجبني على الآخر مش عجبني. أنت شفتنا مأخر شوية أنت. أي مش البارح ولا اليوم. قالوا لي عليك الجماعة يتابعوا فينا هما قالوا لي عليك. بالله هكا. وإحنا راهي تعرف من وقتاش لهنا. إحنا بعد الحرب العالمية الأولى. من الحرب العالمية الثانية. إحنا من عام 30 بابا لهنا. كاو خويا خبرة تتكلم. بعدين هجت على البو وبعدين إحنا توا التروزام جينيراسيون. يا اخويا ان شاء الله كل شيء بنقصه ومرحبا بك انت في كل وقت يعطيك الصحه عرفت العنوان ومرحبا بك خلي حسين يصور لكم الدخله وين البلاصه هاي هكا اي هي راهو هو نحن ديجا نحن تو ضايعين معناها هو تخلط هوني يا ريت اي هو صراحه اوكي ريتو هاي هاو هو هوني هذه دخلت السيدي ما نعرفش عليه تحس السيدي عرفتك اللي فوق من قلبي جو مسيو فورسي باش ما نكملوش الصحن خاطر عندنا زوز اخرين باش نمشيو ناكلوهم ما تصورش قداش غيظني مخليه غادي الصحن ولا برا اللي بعده واي دونك وصلنا للمدرسه الثانيه اللي هي مانر دو شو اسمه هذا شوف يسميو فيه بس اللي العباد اللي يخدموا فيه صح نجم نقولوا لهم احنا متنا مرتين في الصنايه سخانه وبوتياج تعديت ساعتين يا معلم من المدرسه الاولى للتو الحاجه الباهيه هوني تلقى برشا قطات سداري دونك جينا للمدرسه الثانيه في المنار 2 اما باهي بنين كيما تحبوا انت كريستيان برا مولو من داخل الاخر الاخر مش نورمال الرسمي ليه في الاخر بالحق ليه في ظهر لي ملك هذايا خاطر بطاطا حلوه البطاطا هذه فما الحلوه وفما النورمال اي ممكن مش نفس النوع نتاع البطاطا انا راهو الكفتيجي هذايا ملي نقرا في الكوليج هنايا ديما موجود اللي هو كفتيجي اسمه شكري شكري كفتيجي شكري في سونتر ملك المنار 2 جرافيكمون مبدلين على الاخر على بعضهم خلينا عظمه راهو اما قصه في وسطه الاخر شهي اكثر خاطر يخليها هكايا كل الاصفر يبدا برا الجرم واي تعرف هذايا نذكر بقداش كان الصندوق هذايا بقداش ساخن نفكر هذايا 4500 صح
صحن كفتيجي؟ صحن كفتيجي 4000 أرخص من الآخر؟ أرخص من الآخر. معقول؟ بون تنساش الآخر خذينا برشا ديسيبليمون. حتى هذا فيه نظام وزيت فيه كل شيء. كيما هذا معناها؟ فيه كل شيء، أي. معناها هذا أرخص. هذا أرخص عليه. واو، هاي برا برا ترو دو أن. مادام مش هوني خلينا نعملوا ريأكس. بسم الله. انكرويابل كيفاش تعيش تعيش الاكسبيريونس تاع كي تاكل حاجه الماكسيموم في البن وبعديك تاكل هذا راهو نجم يكون راهو بنين ما نعرفش كيف فهمت قصدي فهمك على الاخر هو بنين اما بعد الاخر ليه معناها ليه حتى كيفاش الهريسه على جنب وكل علاش ريت الاخر الفاسون تاعو اوموجين كله اما هذا راهو نجم نقولوا يكور وحده ليه بنين مين اما سيرتوني زدك ضربه المعدنوس والبصل فوق به هذيك انا قبل كنت ديما نتاعك انا وياه كل حد لي كبار قول لي كبار ما يجيش مع كفتيج يا ودي انا نحب فيه كبار باهين يعجبوني هذوك يعجبوني كل يجي يقول لك راهي ما تجيش يبدا يدافع على معناها الخدمه نتاعو نقولوا نحن قبل كنا صغار كنا جبورة على الاخر نمشيو ناخذوا بيتزا نقولوا حط لنا ريسه مايونيز على جنب يبدا يفهم فينا الاولاد راه في الجاسترونومي بيتزا ما تجيش ذي فاستك انت هريسه بتاع البرجر اللي كنت حكيتها ديرنيير مون اي صحيح الهريسه ما تجيش في البرجر صحيح دونك كنا نحطوا هريسه مدري شنو يعجبوني هذوك اللي يجي يدافع على الحاجه اللي عم فيها باش انت ما تهلكلوش الكرياسيون نتاعه ويقول لك ليه راه ما تحطش فيه كبار وما تحطش تعجبني فوز هذيك راهو قديم هذا زاد مش اقدم من الاخر بالحق العبيد القدم اللي يعملوا في الكافتيجي البلا هذوما قلت شنو هي السر شنو السكري قال لي دوري هو بيدو ما يعرفش كيفاش معناها بالحق واحد الميتريز حاجه البوان اللي توصل للبرفكسيون هي الحكايه كلها دوزاج تذكر حتى في البليبي وقتها دورنا عملنا نفس الفازه تراه جربوا نمشيو في الكوتي اللي فيه الهريسه معناها هنا انت تعمل دوزاجك هكا تعجبني تراه تحب تاكل هريسه هكا فما هريسه ما تحبش تاكل تهز من هنا مش حار نحب نرجع لاخر نكمل الصحن اللي خليته انا فهمت ما عطتنيش كيما الاخر شوف هو كفتيجي كفتيجي بنين اما الاخر يطير فما حاجه ناقصه يعني. فما حاجه ناقصه ما عرفتش مين في الفيح سيرمون فيح قلت الاخر كي تاكل الاولى ما عادش تنجم توقف تلمو بني كل تك تك تحبوا بعض ومش راهو امور كنت جيعان وتو ما عادش جيعان برشا ليه ما عندها حتى علاقه هذا كلي اوكي بنين بوان عرفت ما فماش كل اللي فين تاع شنو هذا من الاخر يعني كان في المنار ولا قريب لهنا تحب داك الكفتاجي وني سي اي صحيح من الاخر تتعب عليه خويا هو الاخر ظهر لي يخدم كان الكفتاجي ولا عندك صحن تونسي كسكروبتون اي الاخر كان كفتيجي يعني مش سبيسيالمون كفتيجي صحيح علاش الاخر مركز جوست على الكفتيجي جماعه دو بيرون فيس اكزاكتومون نجمو نتعداو للي بعد نتعداو للدرس اللي بعد الساعه والحاجه ما خليناش نحكيو على حد نجمله خاطر قعد بحذانا يا قعد بحذانا على الاخر وسيختو يعرفني انا عرفتك كان فكه ولا هكا فما حاجه ما حكيليش عليها حسين اللي هي الخبز كما قال دهما في اخر ايبيزود اقوى انجريديونت في الدنيا حط لهم خبز خايب اكزاكتومون بالضبط تاخذ بلا معناها بنين على الاخر تحط له خبز خايب يولي خايب يولي خايب الخبز ماهوش خايب اما الخبز تاع الاخر يطير به الباغيت هوني انت والكوشه اي صحيت هوني خويا الكوشه تدخل عندها دخل دونك الباغيت نتاع الاخر ظهرت لي ابن فما حاجه ما نجمش نفسرها صح الاخر كي كل فما هكا جو اوموجين هكا وفما اكيليبر بنين على الاخر ليه قوي وليه خفيف زيت زيتونه موجوده بورتون ماهوش مكدر عليك هكا مش اكزاكتومون لفيح لفيح انا هوني لفيح. فاد شويه هوني فاد بيسل شويه بيسل بارابول الاخر عرفته انا راهو نوستالجيك اللي معاه الريستو هذا ونتذكروا بنين سانسيرمون والله العظيم سانسيرمون ريتها كيفاش شفت توا معناها نتذكروا به بنين ونوستالجيك ونعرفوا الجول نتاعو بعد ما كليت الاخر ظهر لي ستوندر هاو شفت اكوليزي سولا فما دخله صغيره قفي كوليزي سولا تهزك الغادي نتعديو لل اللي بعده اللي بعده وين النصر اللي بعده اللي هو الاخرين ماشيين توا ما قالوليش عليه برشا دونك نخرج شويه على الكونسيبت انا هوني اما انا شفت عليه والعبيد الكل اللي سون داكور اللي هو يسر غالي معناها خاطر كفتيجي ظهري بصالي 500 ولا 8000 فما ماكل الفريكاسي البريك الكفتيجي صحن تونسي البليبي هذوما لازمهم يبقوا رخاص فهمت معناها اون فوا غليو ماكلة الزوالي التونسي ما يقبلهاش صحيح خاطر هذوك هما راهو ماكلتنا معناتها لازمهم يكونوا كيك العام تشاب ويقعد عمره الكل وابريتو صحيح يا اخي اش فيه ماخي فيه لحم ولا كافيار ولا تن ما هو كل الحاجه الوحيده الغاليه فيه اللي غليت اللي احنا بحد ذاتنا نصدروا فيها زيت الزيتون اون توكا ماشي له جوست على الفاز هذايا خاطرو غالي و ميم طون نزيدو نكومباريو كيك الاحسن واحد نقولوا نحنا في اللي مشينا لهم بيان سور حاولوا جربوه يا جماعه الاكسبيريونس قولوا في احسن ريستو نتاع تايم سبيشاليتي معينه بعد جربوا واحد اخر ما توت سويت ابخي هكا ورا بعضه خاطر واحد ما يعمليش كل يوم الحكايه هذه في حياته هو البيوت نتاع الاكسبيريونس اللي نعملوا فيها هذايا
والفيديوهات اللي نعملوهم هذوما من ورا بعض سيكو ورا بعض ورا بالرسمي راهي تشلق بها على الاخر فاس دونك نمشيو للاخر انا وصلنا يا جماعه في بالي ب 7000 طلع ب 6000 الصحن في بالي ب 8 وكي تزيد في عظمه يبقى 6000 700 اوكي يعطيك الصحه عايش خويا اي سيدي كيف تيجي الثالث البشر هي قال لك السيد معليه تاكل ثلاثة وصحنا كيف تيجي في ساعة طلعت غلط على الاخر طلع ب 6000 والله الفيديو اللي تفرج فيه قالوا 8 فتتر يقصد صحن التونسي خاطر ممكن صحن تونسي ديتاي صغير خاطر باز فما شكون باش يعمل لنا كومونتير راهو الاولاني بكل حكينا معاه وهكا عملنا معاه انترفيو صغيره مش نحايلوا معاه راهي جات بطبيعتها معناها راهو وان بليس خاطر قديم السيد على الاخر علاش خديت معاه كلمه هذاك خاطر اكثر واحد قلتوا لي عليه دونك انا قلت له شنو هي السر فيها الحكايه ودرا شنو هذا دونك بالنسبه للفريت برج الفريتك اللي يعجبني انا ذي المدور عالم مدور اي اس بور لانستون هاي برا كريستيون وي برج العيال يقسم الحكي مليح يعني الفريت هذا عجبني اكثر من الاول اكثر من الاول جمله الفريت مازلت ما ذقتش من ابن الفريت هذا بحق المدور هذا تلقاه مقلب الوقت تتشاهي تشوفها بركة اما راه مش بعيد على الفريت الاول مش بعيد قلت لك انا جو بريفير هكا ما عرفش تبدا اجود وفيها راهي كعبات خشين اما الياتوار تجيك كعبه جويده كعبه خشينه انت ولا به لو فامو خويا كيف تجي كيف تجي باش نشوفو وراه قالوا لي عليه بنين راه الحقيقه كي ما عادش صومو 8000 ما عادش اسكو يتسمى غالي ولا بون كوريكت مش باش نقول لك رخيص اما كوريكت الخبز هذا جاوبه ها باش نشوفو انا ساعه اول حاجه القصه موا اوموجين كو الاخر الاخر مقصوص اكثر لهنا تراها الكعبه تراها صحيت تفرز الطماطم وين البصل واحد وين كيف تجي وين صحيح كيف تجي القرع العظمه جوها باهي اما طايبه بزيد العظمه طايبه بزيد قلبها فايف اكل على جنب الابيض بدا يولي كروستي بدا يولي يابس بدا يتلم صحيت يكشلف شنو هو اللي تيرم اوكي عنده جو اخر لا الاول ولا الثاني بالضبط حاجه اخرى جمله الاولاد الاول والله الاول ولا وليت نفهمهم تو العباد اللي يذوق حاجه في بلاصه ما عادش نجم ياكلها في بلاصه اخرى صارت لي مع الشاورما العاق ما عادش نجم ناكل شاورما خلف عند الشاورما نتاع السوريين السوريين جي بي ان دي السوريين عندهم شاورما نفاح اللي يعملوه وكالثوميه اللي يعملوها والدنيا سلايم نتاعهم باش نجرب العظمه بالعظمه بالبرش اعطيها فريت مع تك تك عرفتها يعني خذ قدمه وخلط عليها فريته ولا صيف اللي ميلونج بيزا كجي صيف راه عمل كسكروت راه بهم راح راه شكا خلاص نجيب السكينه من غادي نرجعوا له هو بنين بنينه ملقوه اخر جمله توا فهمت انه الثاني اللي كنا عنده مشكلة تفاح نقص فيها تعرف المفروض في الدوزاج فما حاجه تخليهم وهمش كيف كيف نشوف هو راه في تونس كل بلاصه كيفاش طيب كل بلاصه عندها حكاراتها بالطبيعه معناها الكسكسي مش بنفس مش هو بيدو الكسكسي باش تلقاه في كل بلاصه جيماجين الكفتيجي كيف كيف العجه كيف كيف الشكشوكه كيف كيف كل واحد كيفاش يعملها لونين طاربهم الكل بالرسمي راه نيفو معناها نيفو اخر ها شفتوني عمري ما نحكيها عمري ما نحكي هكا على ريستو بالرسمي ماهمش خايبين جمله هذم ماهمش خايبين لو بالحق معناها ديك الكفتيجي كفتيجي اي وجو بيهم رواح اما نيفو ذقت الاخر تولي يضرك عاديين ما يضركش راه انه فما برشا قراع فيها شفت رونجيل برشا قراع نجم يكون ديجا حتى توندر تحسه هكا في فمك اكثر من اللازم هذاك التوندغيس تاع القراع نلقى القشره تاع الفلفل اسكو نورمالمون تتنحى ولا قبل ما يعملوه شكون ما نعرفش الاخر مثلا ما لقيتش الفازه هذه حتى فما سلطه من شويه خليوها بقشرتها اول واحد احسن واحد بين الثاني والثالث انا وخي برجو لا مانيش باش نكون ناطر خاطر الاخر في حومتي هذا خير في الفريت دونك ان بوان للفريت خير في الخبز دونك دو بوان في القوم البنه نتاع الكفتيجي بريس كيف كيف العظمه نتاع هذايا بون هذا خير في الخبز وخير في الفريت مي القوم نتاع الكفتيجي بريس كيف كيف هكا والاولاني بارفي في كل شيء باين نحكيو مور كونتيتي الاولاني زاد اكثر لا لا هذولي اكثر كونتيتي هو هذا الاخر شحشقاله راهو مش بيظل صغيره لا كبير بوتيتر حتى هذا مع هذا باهي كونتيتي باهي اللي في الوسط لا معناها الكونتيتي الثاني كونتيتي نتاعو سافا متوسطه هو راهو اسمع راهو الكفتيجي ما تاكلش كونتيتي كبيره خاطرو زيوت في 19 بعض شنو الفرق ما بين الكفتيجي والتسطير قولوا لنا في لي كومونتير التسطيره معناها كي تقول لي تسطيره يمشي في بالي كفتيجي والله نورمالمون هكا في بالي فما ديفيرونس في القراعه قولوا لنا دونك فوالا يا جماعه كونكلوزيون في اي بلاصه تنجم تاكل كفتيجي اما مش كل كفتيجي كفتيجي
بون بالنسبه ليا الكونكلوزيون اللي كي تاك الحاجه في الماكس ليفل نتاعها يوليو حتى البنين يظهروا لك عاديين. صحيح بوغ اتر كليير يا جماعه راهم كلهم بنين جوست الاول عجبنا اكثر واحد وشجعوهم الكل بيان سور الكل مشيو له مجربوهم وشجعوهم الكل ولا حتى لي بري كل واحد وكيفاش فينالمون تاع السونتر فيل في بيري شات العرخص واحد طلع نو مش فورسيمون بينه وبين اللي في النصر 500 فرانك ولا بالضبط. ان شاء الله عجبتكم الابيزود ان شاء الله المره الجايه معنا صيف وانا حسين نرجعوا كل تايم كيما قبل خليونا بوزيتيف فايبس في لي كومونتير واختارنا من لي كومونتير الخايبين هاي ابيزود هوني ابيزود هوني عامل فلوس تشاو.